كما بوعكاز تلاقيتو هنا قبل الخروج تاعي، تلاقيتو بالثنين، كان فرحان بزاف بالتضامن معاه. مرتو كانت تجي ليه وتحكي له، لقيتو هنا قبل الخروج تاعي تلاقيتو نعيمه، تجي ليه وتحكي له التضامن معاه، تحكي له وتقول الجزائريين متضامنين معاك. كما ما كانش ينقل ليلتها، قلت لي تلاقى مرتو عمره لك كان يجي ليه وتحكي له. كان فرحان بزاف الناس اللي سنداتو، كان فرحان بزاف بالناس اللي تضامنت معاه، كان فرحان بكل جزائري امن بلي قضيه كمال بوعكاز مش هالقضيه اللي قالوها. كمال بوعكاز مش هو كمال البوشي، كمال بوعكاز بالك يمكن انكم رجعتوه كمال الجواج، ولكن كمال بوعكاز انسان مواطن فنان، مشكلته الاساسيه قضيته على واه هذا اللي حبوا يرجعوه امبراطور، مشكلته كاع كانت 24 مليون يسالها سفيان داني، مشى شارعه مرتين، المحكمة فصلت لصالح سفيان داني ضد كمال بوعكاز، لأنه كمال بوعكاز يقول خدمت معاه بالكلمة واتفقنا على قيمة معينة من المال ما مدهاليش. هذه المشكلة الوحيدة. لقينا خذها كمال بوعكاز في الحبس. كمال بوعكاز الحاجة اللي نقدر نقولها لأي إنسان ساهم في محنته وساهم في ظلمه، والله العلي العظيم غير حب الجزائريين ليه اللي شفناه برا مع التضامن معه كان اصغر بكثير من حب المساجين ليه. الناس فرحانه بكمال، الناس كانت تقسم ماكلتها مع كمال، الناس كانت تبكي مع كمال كي يبكي على بناته الثلاثه. كمال عنده ثلاث بنات في رقبته وعنده امراه. كمال انسان زوالي، مش هو الفنان اللي دار اموال. كمال مشكلته كانت انه مرته ما عندهاش باش تصرف، انه ولاده خلاهم بلا مصروف. كمال انسان لقات خبز، لقات خبز، عمره لكان الهدف تاعو تحصيل الاموال من مهنته قد ما كان النجاح في مهنته. كمال بوعكاز خونا اليوم راهو قضى اكثر من 30 يوم في السجن. كمال بوعكاز الحاجه اللي نقدر ناكدها لاي انسان انه فرح كثيرا بالحملات التضامنيه، وهذه اللي خلاته مسكين بلغ قدر يتجاوز صدمته النفسيه. كمال صدم نفسيا، كمال كان اكثر واحد فينا ما يرقدش الليل ويبكي الليل. كمال ما كانش يرقد بلا ما يبكي، ما كانش يبكي من الظلم قد ما كان يبكي على بناته اللي خلاهم، خاف على بناته وبكى على بناته. ولكن الحاجه اللي كانت تصبره كانت تصبره مخلوقته وعياله كي تجي، كانت تقول انه الجزائريين ضاموا معاك، انه عدد كبير من الجزائريين يا كمال ما نعرفهمش، كانوا يجوا للدار ويطبطبوا. يا كمال كاين ناس لحقت من جابت لي 10 خبز للدار، 10 خبز للدار، كاين ناس قالت بلي مستعده تصرف على اولادك وعلى عيالك. كمال خونا ان شاء الله يا ربي يتم اطلاق سراحه، ان شاء الله كاينه وقفات تضامنيه راهي تحضر لصالح كمال بوعكاز، لصالح اطلاق سراح كمال بوعكاز ولا محاكمته. علاه تخليه في التحقيق؟ شنو دار كمال؟ واش دار؟ هذا ماشي كمال البوشي يا جماعه، خافوا ربي، هذا كمال بوعكاز. يا خويا طلعوه للمحاكمه، واذا كاينه ادله تدينو يا خويا دينوه، ولكن كمال ما دار والو، خافوا ربي يا ناس. خافوا ربي، راي الناس اللي فرحت الناس راكم تظلموا فيها. خافوا ربي في الجزائر، خافوا ربي في مؤسسات الدوله، ما تسيئوش البلاد يا جماعه. خونا كمال ان شاء الله يا ربي تتواصل حملات التضامن معاه، ان شاء الله يا ربي تتواصل حملات التضامن مع خونا كمال بوعكاز. وكمال بوعكاز حط لي في رقبتي امانه اني نشكر الجميع، بدايه من خالتي بوعلام مصويلح، من حميد عاشوري، كان فرحان بزاف من حميد عاشوري اللي ما خلاش داره ساعه. حميد عاشوري لجميع الفنانين طلب مني نشكرهم، نشكر الفنانين والصحفيين والحقوقيين والمواطن البسيط اللي ساندوا بارطاجا صورته. كمال اشكر الجميع، كمال هذه هي رسالته الوحيده اللي كلفني بها. وكمال راهو يقولها، انا انسان راجل والله ما ارتكبت حاجه ولا خطا في حق بلادي ولا في حق اي انسان، واذا عندكم اي دليل حاكموني، علاش راني في التحقيق؟ حاكموا خونا كمال، طلعوه البرايخ راكم تحكموا فيه باسم الشعب الجزائري، حطوه في برا وخلوه يهدر، اذا كان ادله تدينوا دوه، ولكن على الزوادي مخلينه هكذا حرام، حرام عليكم. راي 30 يوم، كاين ناس مش عندها احباس، كاين ناس تاثرت نفسيا، كاين ناس هذا كمال بوعكاز تم تشويه صورته. يا خا ناس خافوا ربي في بلادكم، يا ناس خافوا ربي في ولادكم، راكم تطلعوا جيل من الحاقدين، راكم تطلعوا جيل من الحاقدين. بنت كمال ولا بنت رضا ولا بنت فلان ولا فلتان كي تشوفوا بويها تعاملوا فيه ولا على اساس انه بابلو اسكوبار يا جماعه، هازينوا لي مينوت وتصاوير. علاه يا اخي؟ احنا مواطنين، يا اخي احنا مواطنين، نحنا يا اخي مواطنين، علاه ما تحفظوناش كرامتنا؟ علاش ما تدافعوش علينا؟ واش درنا في حق الجمهورية هذه؟
واحد كان يضحك في الشعب وواحد كان يقول في اخبار الشعب. خافوا ربي في بلادكم، خافوا ربي في ولاد البلاد، ما تربوش الحقد، ما تربوش الحقد في جيل طالع. بنت كمال بوعكاز قبل 25 اكتوبر ماهيش حتعاود تولي هذيك البراءه اللي كانت فيها، وبالك هذاك الحب للوطن والحب لمؤسسات الدوله هذي ماهيش حتزيد تولي فيها. شافت تبويها، شافت تبويها وانتم ما تظلموه. علاه ظلمتوا الزوالي؟ علاه؟ ولا لانه كمال ما عندوش اللي يدافع عليه؟ علاش ما ديتوش الكبار؟ علاش ما ديتوش الصحفيين؟ مش الصحفيين، الناس اللي تدعى صفه صحفيين هما تجار ورجال اعمال، يا اخي هما اللي داروا. علاه ما دافعتوش على صوره كمال؟ علاه ما دافعتوش على صوره رضا؟ علاش ما دافعتوش على صوره فوضي الدور؟ علاش ما دافعتوش على صوره رضا سيتي ساز؟ علاش ما دافعتوش على صوره عبدو سمار؟ علاش ما دافعتوش على صوره مروان بودياب؟ علاه الظلم هذا فيكم؟ علاه راكم تربوا في جيل من الحاقدين؟ علاه حابين تخربوا بلاد؟ علاه حابين تخربوا وطن؟ لا يا اخي الهدف شنو هو؟ اللي غلط يتعاقب، يعاقبني بس علاه تشوهني؟ علاه تشوهني؟ علاه تضرني؟ علاه تضر عائلتي؟ علاه تخلي بنت رينا سيتي ساز ما تروحش تقرا؟ علاه تخلي بنت كمال بوعكاز تحشم ببويها؟ فرنسا ما دارتش الشيء هذا يا جماعه. خافوا ربي في بلادكم، خافوا ربي في الامانه اللي راهي في ركبتكم، خافوا ربي. يا اخي راكم باسم الشعب، يا اخي راكم باسم الشعب. علاه باسم الشعب تضرب في الشعب؟ على هاز ولاد الناس ديهم تبهدل فيهم؟ إلا غلطنا يا أخي يدونا الحبس كي الناس. كيف الإرهابي 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 القاتل تدوروا وتقابلوا بالظهر، والفنان الفنان اللي ضحك ضحك الجزائريين، اللي ضحك الجزائريين وزرع البسمة في وقت الأزمة، الفنان اللي كان يحارب ويضحك في الناس، تروح تهزه وتديه الأحباس وتديه وتشوهه. علاه بناته واش داروا؟ بناته واش داروا؟ علاه بناته هذو خلاص ضيعتوهم؟ عنده 3 بنات بعد 25 اكتوبر وشافوا واش صرا لباباهم، عمرهم لا حيعاودوا يولوا كيما كانوا. راكم تخسروا في جيل. علاه بنت رضا سيتي ساز تهبل ودير ديبرسيون 12 سنه ولا 14 سنه دير ديبرسيون؟ لا لا الشيء هذا، لا الظلم هذا، لا المنكر هذا، لا. ولا انتم دوله وحنا طححنا؟ انتم دوله وحنا طححنا؟ لا يا اخي انت تحكمني باسمي، تحكمني باسمكم. شكون انت؟ شكون انت اللي تديني هنا وتعزني؟ شكون انت اللي تهز مواطن وتشوهه؟ الا كان غلطنا في حق الشعب هزنا دينا الاحباس كي الناس. ما خافناش حباسكم، حباسكم والله ما خفناها، خفنا الرخص اللي درتوه لموالينا. علاه لا تجي تجبد بنت كمال ولا تجبد بنت فوضيل ولا تجبد فلان؟ علاه واش داروا؟ الا كان احنا غلطنا في حق الناس ولا غلطنا في حق الجمهوريه تحاسبوا احنا؟ ولا انتم هواه؟ انتم دوله وحنا طححنا؟ انتم شكون؟ انتوما شكون؟ انتوما يا اخي راكم تقولوا بليكم تحكموا فينا باسمنا ولا تحكموا فينا باسمكم ولا؟ علاش شوهتوا البلاد؟ علاش رجعتوا البلاد يضحكوا عليها الناس؟ انا مانيش خاير والناس اللي كانت تما واش خاونا؟ نحنا مواطنين جزائريين، سمعه بلادنا اهم منكم، وانتم ما تمثلوا حتى حاجه في البلاد هذه. البلاد هذه ثابت وانتم المتغير. البلاد هذه حكمها ابو مدين وحكمها الشهادي ربي يرحمه، وحكمها زروال وحكمها بوتفليقه، ويجي يحكمها مسعود ويحكمها قدور. لا انتم ثابتوا، صورة البلاد اللي ثابتة. خافوا ربي في بلادكم، خافوا ربي في الكره اللي راكم تزرعوا في وسط الناس، خافوا ربي في البلاد. وين حابين تدوا البلاد؟ حابين تدوها للخراب كل نهار هز واحد؟ لا لا ذري بص، حبيتوا ترجعوا شي كور علينا؟ ذري بص يشوه في الناس وانت قاعد تقول لي اسكتوا. واش نسكت؟ واش نسكت؟ شكون هذا؟ شكون هذا الخرده هذا؟ شكون هذا؟ واش حاسب روحه؟ وش يكون؟ وش يكون باش يعتدي على 3 بنات تاع كمال بوعكاز؟ هذا راهو اغتصاب، هذا راهو اغتصاب. هاد البنات عذبتوهم نفسيا. شكون يكون هذا باش يعتدي على بنت رضا؟ شكون يكون هذا باش يعتدي على ولدي، على مرتي؟ شكون يكون؟ حتى رجعوا لنا ربو. لكن رجعتوه رب، كفرنا بربكم. شكون هو؟ هو انسان؟ شكون هو؟ لا العداله تاعكم ما تتحركش، ولا تتحرك غير ضد الزوالي. لا ما تتحركش. وينو النايب العام هذا؟ وينو النايب العامي؟ ياك خدام في الجمهورية، وينك أنت؟ لا ما ترفعش دعوة بالتشهير، لا ما تهزوش، لا ما حميتش الناس. لا لا بنت كمال بوعكاز دير ديبرسيون، لا بنت رضا دير ديبرسيون. لا راكم تخرجوا في جيل حاقد عليكم. لا لا رجعتوا الدولة لعبة. لا يا أخي هذه دولة، يا أخي هذه دولة، يا أخي ماشي أنتم اللي جبتوها، ماشي رزقكم، ماشي رزقكم باليكم. هذا رزق كل جزائري عاش فيها، رزق كل جزائري عاش فيها. يا اخي جات بالسلاح وجات بتضحيات نتاع ناس، موش باش نذلوا فيها، موش باش تعقبني انا بلي مينوت ولا ساسي. واش درت انا؟ واش دار كمال؟
ليه تولي في تصاوروا هذاك؟ ليه تضرب في ولادو؟ وراكم رايحين، وراكم رايحين واش راكم ديروا؟ يا اخي انت القاضي الاول في البلاد ولا انا؟ يا اخي انت القاضي الاول في البلاد، وينك؟ وينك؟ يا اخي انت القاضي الاول في البلاد، يا اخي انت رئيس، يا اخي انت رئيس، الرئيس على الاقل على الاقل على بالو واش راه يصرى في بلادو، قضيتنا ولا قضية راي عام، ما تقوليش ما سمعتش بها، يا اخي سمعت بها، وانت قاضي الاول في البلاد، لا ساكت، لا جماعتك ساكتة، تشوه الناس وتشوه سمعتهم، خافوا ربي فيها، خافوا ربي فيها، خافوا ربي فيها.